وخاصة بين الجالية المسلمة. تعمل كذلك على تشجيع المنتجات التي تحمل علامة التجارة العادلة، والتي تعني أن عملية زراعة أو تصنيع هذا المنتج لم تستغل الأيدي العاملة بطريقة سيئة ولم تسئ للبيئة. نتابع. من الصعب أن تجد سواء في لندن أو في مختلف أنحاء بريطانيا منظمات إسلامية تعمل أو تركز على مجالات مثل الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ومقاومة التغير المناخي. لذلك تعد منظمة ميد هي الأولى في بريطانيا التي تتخصص في التوعية بالشأن البيئي ومكافحة الفقر وقضايا أخرى مماثلة، وهي متميزة لأن المنظمات الإسلامية الأخرى تقوم بمجهود مشكور لكنه يركز في مساحات خاصة بالإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية. لكن حين نتحدث عن حملات تعليمية وتوعية تتناول مسببات هذه المشكلة وجذورها التي تؤدي لهذه الكوارث، لن تجد ما يكفي من المنظمات. ولهذا تأسست ميد قبل نحو 7 سنوات. تستخدم منظمة ميد عدة وسائل تعليمية لنشر رسالتها وسط الأطفال والشباب حول مسائل مثل التجارة العادلة ومكافحة الفقر والحفاظ على البيئة. من هذه الوسائل الرسوم المتحركة والألعاب واللوحات والأفلام والأنشطة الاجتماعية. هناك أناس في الدول النامية يبذلون جهداً مضنياً جداً لساعات طويلة كي يتسنى لهم مجرد الحصول على مياه. هذا يعني أنه كان يمكن أن يقوموا بأشياء مفيدة أخرى خلال هذا الوقت الطويل من السعي. فإذا كنت تستطيع الحصول على المياه النظيفة بكل يسر وسهولة الآن، فأقل شيء تفعله هو أن تحب للآخرين ما تحبه لنفسك. لدينا فريق من العاملين هنا في المنظمة، منهم مديرون للحملات، وهناك عدة مشاريع يتولى متابعة كل منها أحد المديرين. نتعامل أيضاً مع عدد من المتطوعين وناشطين من المجتمعات المحلية، إذ نقوم بتدريب هؤلاء المتطوعين وتنمية مهاراتهم لينطلقوا للعمل وسط المجتمعات المحلية للقيام بالجهود التعليمية والتوعية. بدأت العمل كموظفة مع ميد منذ نحو سنة، لكني تطوعت للعمل معهم قبل أكثر من سنتين، فقد انخرطت سابقاً مع ميد للعمل ضمن حملة حقوق العمال، لأنني كنت أعمل في مجال تصميم الملابس وأخلاقيات العمل، وكانت فرصة لي للعمل مع منظمة توعي الناس بمسائل أخلاقيات الاستهلاك والتجارة العادلة وحقوق العمال. أحد المنتجات التي نقوم ببيعها هو زيت الزيتون الفلسطيني، وذلك ضمن حملة تشجيع التجارة العادلة، إذ نقوم بالترويج لمثل هذه المنتجات كي نشجع فكرة التجارة العادلة بين المستهلكين. وهذه الفكرة تعني أن المزارع الفلسطيني الذي أنتج مثل هذا الزيت قد حصل على حقوقه كاملة ولا يتعرض لسوء استغلال أثناء عمله، وإن جزءا من دخله يطور به حقله. نقوم بحملات لمساعدة المساجد والمراكز الإسلامية كي تصبح صديقة للبيئة، ويشمل هذا الأمر مساعدتهم في القيام ببعض المهام، منها مثلاً إنشاء حاويات للقمامة القابلة للتدوير وتوعيتهم بعدة أساليب لخفض استهلاكهم من الغاز والكهرباء والمياه. أحد المساجد التي نعمل معها في العاصمة البريطانية هو مسجد شرق لندن، ونحن موجودون الآن في حديقة المسجد التي أنشأناها لهم بشكل كامل. بدأنا هذا المشروع مع المسجد بهدف زيادة الوعي بأهمية الحدائق داخل المساجد، وهناك مسائل كثيرة تتعلق بدور الحديقة في العمارة الإسلامية. لذا حصلنا على موافقة المسجد لتخصيص مكان يقع في أعلى المبنى، وقمنا بتأسيس هذه الحديقة الموجودة حالياً بمساعدة المتطوعين معنا.
أطلقنا تحديا يسمى تور دو صلاة أو جولة الصلاة، وهو تحدي أن يقوم الشخص بقيادة دراجة بين 5 مساجد مختلفة ما بين أوقات الصلاة الخمسة. وقد استخدمنا الكلمة باللغة العربية وهي صلاة لتعكس ارتباطها بالمسجد والصلاة فيه. هذا التحدي هو أحد مشاريعنا المستمرة في منظمة ميد منذ نحو 2 سنين إلى الآن في وسط لندن، وفيه يبدأ سائقو الدراجات من أحد المساجد ثم يقودونها من مسجد لآخر بين أوقات الصلوات الخمس، حيث يتوقفون للصلاة في كل مسجد، وتبلغ المسافة الإجمالية 400 كيلومتر. منظمة ميد هي شريك مؤسس في المبادرة الإسلامية للمناخ والتي تعرف اختصاراً بMCA، وقد بدأت هذه المبادرة عام 2015 واستمرت حتى قمة المناخ التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر من العام ذاته. وكان الهدف منها هو أن نظهر للحكومات والمجتمعات حول العالم مدى اهتمام المسلمين في بريطانيا بمسألة قضايا التغير المناخي. وقد أعددنا وفداً للذهاب لهذه القمة، وكان الوفد هو الأول من نوعه الذي يحضر مثل هذه المحافل، وحظي باستقبال جيد جداً هناك. في باريس شاركنا في عدد من الفعاليات آنذاك من مظاهرات وأنشطة مختلفة، وكان شيئاً ممتازاً أن يظهر المجتمع المسلم ممثلاً ب40 مندوباً خلال تلك القمة. منذ إنشاء منظمة ميد لاحظنا تأثيراً كبيراً على المجتمع المسلم في بريطانيا من ناحية الوعي بالقضايا البيئية والتجارة العادلة وحقوق العمال، وهي ثمرة جهودنا في هذا المجال والتي تهدف أيضاً ليتحرك المجتمع فيها بفاعلية. أهلا بكم من جديد، نعود الآن مع شخصية